السلام عليكم. الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بحملة كبيرة ومكثفة من أجل خنق إيران في مجال صناعة الطائرات المسيرة، وهذه كلها جاءت بتفاصيل نشرت يوم أمس على نيويورك تايمز عن طريق مسؤولين في الاستخبارات وفي الجيش وفي مجلس الأمن القومي الأمريكي، الذي تحدثوا عنه بأنهم لاحظوا بأن كل العقوبات التي فرضت من الولايات المتحدة الأمريكية على إيران في مسألة نقل الطائرات المسيرة الخاصة بها إلى الداخل الروسي، والتي تستخدم طبعا وتستخدمها روسيا على الداخل الأوكراني في حرب مستمرة منذ 24 من فبراير من هذا العام، لم تصل إلى نتيجة نهائيا. لا زالت هذه الطائرات المسيرة تجد طريقها إلى روسيا، بل إنها أيضا وصلت الآن إلى بيلاروسيا، وبالتالي أصبحت موجودة في بيلاروسيا وأصبحت موجودة أيضا في روسيا، وأيضا هنالك تنسيق كبير بين إيران وبين روسيا أيضا لصناعة ولبناء مقر أو معمل لصناعة الطائرات المسيرة. وحتى أن روسيا مؤخرا بتقرير مهم قد نشر على إحدى القنوات الأوكرانية أكدت بأن روسيا قد ساعدت إيران في مسألة تطوير الطائرات المسيرة من نوع شاهد 136 المفخخة لكي تكون قادرة على العمل في درجات الحرارة المنخفضة، لأن كانت هنالك مشكلة في نظام الوقود الخاص بهذه الطائرة المسيرة تطورت. وكذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية لاحظت أن كل المساعدات التي قدمتها للأوكرانيين من أجل التصدي لهذه الطائرات المسيرة، مثلا كما تحدثت نيويورك تايمز في مسألة إعطائهم الإحداثيات عن منصات الإطلاق التي تستخدمها طبعا روسيا في إطلاق الطائرات المسيرة، تحدثت عن أن ملاعب كرة القدم تستخدم كمنصات لإطلاق الطائرات المسيرة من قبل الروس بتواجد الإيرانيين كذلك، ولكن هذه المسألة تغيرت وحولوها إلى ما أطلقوا عليه ساحات الانتظار، وبالتالي أصبح من الصعب عملية ضرب هذه المنصات. وكذلك في نفس الوقت أن أنظمة الرادار الموجودة أو الأنظمة التنبيه المبكرة التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تطورها وزودت البعض منها للأوكرانيين لم تأتي بنتيجة كبيرة، ولا زالت هذه الطائرات المسيرة تستهدف وتضرب أهدافها بكل نجاح، والأمور وصلت إلى نقطة أن كل العقوبات بلا نتيجة كما نتحدث، وهي أخرت فقط بعض الشراء لبعض المكونات للطائرات المسيرة للإيرانيين، ولكن الإيرانيين لا زالوا ينتجون الكثير من هذه الطائرات المسيرة بحسب هذا التقرير الذي نشر على نيويورك تايمز. والأمور وصلت إلى درجة بأن الأوكرانيين بدأوا يطالبون بضرب المعامل الخاصة بالطائرات المسيرة في العمق الإيراني. عليكم أيها الأمريكيون وأيها الغرب أن تضربون هذه المعامل مباشرة، وتعلم الولايات المتحدة الأمريكية أن أي ضربة مباشرة في العمق الإيراني للمعامل الخاصة بالطائرات المسيرة هذا قد يعني بسهولة دخولنا في حرب عالمية ثالثة. سيجد العالم نفسه أمام إشعال حرب مع إيران، ونحن في حرب الآن في روسيا وبيلاروسيا، على المحك الآن لدخول حرب في الداخل الأوكراني، وقد نراها مباشرة على حلف الناتو والولايات المتحدة. لذلك هي لا تريد هذه المسألة أبدا، وبالتالي هذه الحملة التي نتحدث عنها والتي تحدثت عنها نيويورك تايمز هي تأتي ببساطة من أجل منع إيران وخنق إيران في مسألة صناعة هذه الطائرات المسيرة. كيف من الممكن ذلك؟ الطائرات إيرانية فعلا والإيرانيون يصنعونها. في حقيقة الأمر في أكتوبر الماضي تمكن الأوكرانيين من إسقاط أولى الطائرات المسيرة الإيرانية التي دخلت إلى روسيا واستخدمت على الأوكرانيين، وهذه الطائرة هي من نوع مهاجر 6 القاصفة المهمة، واحدة أهم الطائرات كما تلاحظ هنا في الداخل الإيراني في المعرض وفي إحدى المعارض الإيرانية. وهنا الطائرة التي أسقطوها، لاحظ الصاروخ، الأجنحة، الشكل، الشيب، كل شيء متطابق تماما مع هذه الطائرة. وبالتالي عندما أسقطوا هذه الطائرة بدأ الأوكرانيين بتحليل مكونات هذه الطائرة، وذهب فريق CNN مباشرة بعد أيام قليلة إلى أوكرانيا لإلقاء النظرة على هذه الطائرة، وهذا كان تأكيدا من مراسلة شبكة CNN الأمريكية. وبعد ذلك ظهروا بتقرير في نوفمبر وتحدثوا عن أن هذه القطع الخاصة بطائرة مهاجر 6 لاحظوا بأن من المكونات وما جاء من التحليل بأن 76 من هذه المكونات
المكونات هي من صناعة شركات أمريكية موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة للجميع. كيف من الممكن أن تكون إيران معاقبة بهذا الشكل الكبير وغير مسموح لها على الحصول على الكثير من هذه التفاصيل، إلا أن هنالك شركات أمريكية ومكونات لطائرات مسيرة تعبر وتصل لإيران رغم كل العقوبات المفروضة على إيران؟ وطبعا ظهرت أيضا قطعا خاصة ومكونات خاصة بطائرة شاهد 136، ووجدوا أيضا بأنها الكثير من هذه القطع هي من صناعة أمريكية. وهذا في نهاية المطاف أدى في 16 من نوفمبر الماضي أن يظهر هذا التقرير على الوول ستريت جورنال، الذي تحدث بأن بعد تحليل ما يقارب 200 مكون موجودا في الطائرات المسيرة الإيرانية، نصف هذه المكونات هي من صناعة شركات أمريكية كما تحدثنا، موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وثلث هذه المكونات تقريبا هي قادمة من اليابان. وكذلك كانت هنالك تقاريرا أن بعض المكونات الأخرى قادمة من الصين، أي بما معنى ليس هنالك قطعا إيرانية خالصة يصنعها أو تمكن الإيرانيين من صنع هذه الطائرات. وعلى هذا الأساس بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالتحرك على هذه المسألة بسرعة، وفي 21 ديسمبر بحسب ما أعلنته CNN بدأت إدارة بايدن بالتحقيق مع الشركات التي ترسل هذه القطع وهذه المكونات ومن يصدر أساسا هذه القطع وهذه المكونات. حتى وصولنا إلى الخميس الماضي، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي بحسب نيويورك تايمز كان قد قام باجتماعات مهمة للغاية مع عدد من العناصر أو عناصر الاستخبارات الإسرائيلية والإسرائيليين، وبدأ يهيئ لحملة مكثفة ضد إيران من أجل منع إيران ومنع هذه الشركات من الوصول إلى نتيجة. وبالتالي باختصار شديد جدا بأن هذه الحملة التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية كما قالت النيويورك تايمز هي تأتي في بادئ الأمر لمواجهة أولا الشركات التي ترسل هذه المكونات أو القطع أو الأجزاء الخاصة بالطائرات المسيرة الإيرانية، وكذلك في شركات التصدير. وبالتالي وعلى هذا الأساس فالولايات المتحدة ستضغط على هذه الشركات تحديدا، ممنوع عليكم إرسال هذه القطع ولو لسبب ما تمكنوا من إرسال هذه القطع لشركات التصدير التي ترسل القطع، فإن هذه الشركات أيضا الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بالضغط عليها. وبالتالي هذه المكونات التي تحدثنا عنها الخاصة بالطائرات المسيرة مثلا بطائرات شاهد 136 أو طائرات مهاجر 6 التي ضبطتها القوات الأوكرانية، لن تتمكن بعد الآن إيران من الحصول على المكونات، وبالتالي لن تتمكن من إنتاج المزيد من الطائرات، وبالتالي لن تتمكن من إرسال أي شيء من الطائرات المسيرة للداخل الروسي لكي تستخدم في هذه الحرب الكبيرة المستمرة والمستمرة طبعا حتى العام القادم بحسب التصريحات الروسية وتصريحات الجميع، والدعم واضح جدا لهذه المسألة. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت في حساباتها بأن إيران وتحديدا مسؤولين استخباريين قد صرحوا للنيويورك تايمز قالوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب وتعلم بأن الإيرانيين يعملون على تقنيات يتم استخدامها أو تستخدم أو يمكن استخدامها في الاستخدامات المزدوجة، أي بما معنى ممكن استخدامها في الطائرات المسيرة، ممكن استخدامها في موقع آخر. وبمعنى آخر بأن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت فشل أو احتمالية فشل هذه الخطة التي يعملون عليها لمنع إيران من إرسال الطائرات المسيرة، وبالتالي قالوا إن فشلت العملية هذه كلها وهذه الحملة الكبيرة فإننا سنقوم بالعمل مع الإسرائيليين لإرسال منظومات دفاعية سنزودها للأوكرانيين للتصدي لهذه الطائرات المسيرة. وطبعا هنالك من يتحدث عن القبة الحديدية وإمكانية دخولها إلى أوكرانيا في مفاجأة قد تكون كبيرة ليس فقط لروسيا بل للجميع في المنطقة، وهذا ما وثقته نيويورك تايمز من كل ما تحدثنا عنه. واشنطن تقود حملة واسعة لمنع إيران من إنتاج المسيرات من خلال فرض العقوبات ووضع ضوابط على التصدير، وكذلك بالتواصل مع الشركات التي استخدمت قطع من إنتاجها
في صناعة المسيرات، وأكدت أيضا في حالة فشل ذلك فسيتم تزويد الأوكرانيين بالدفاعات اللازمة لإسقاطها. خليط طائرات المسيرة الإيرانية مع صواريخ الكروز والإمكانيات الروسية أصبحت خطيرة للغاية على الأوكرانيين وعلى أوكرانيا. منذ الليلة الماضية وحتى ظهر هذا اليوم كانت هنالك هجمات كبيرة جدا قد طالت أوكرانيا بصواريخ الكروز كما تلاحظون، وبالطائرات المسيرة. هذا على الأقل ما تم تصويره من الهجمات التي جاءت بأكثر من 120 صاروخا من صواريخ الكروز، والليلة الماضية كانت ليلة حافلة بالطائرات المسيرة وبالهجمات التي جاءت على العديد من المناطق في الداخل الأوكراني. وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت بأنها أسقطت كل هذه الصواريخ التي ترونها من صواريخ الكروز الخاصة بروسيا وكذلك الطائرات المسيرة الإيرانية كما تلاحظون، شاهد 136 الإيرانية قامت بالهجوم من عدد من النقاط. هاجمت أساسا هذه الطائرات والصواريخ، وتحديدا عندما نتحدث عن الطائرات بحسب التقارير التي جاءت وتحدثت عن هذه الهجمات، الطائرات المسيرة جاءت على هذه النقاط التي ترونها وتحديدا الجنوبية، وكذلك أيضا جاءت من الأراضي البيلاروسية. الضربات كانت عنيفة للغاية إلى درجة أن ليفيف التي ترونها هنا تعرضت إلى ضربات عنيفة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي فيها بنسبة 90%. ضرب البنى التحتية هي الخطة الكبيرة بالنسبة لروسيا في هذا الشتاء من أجل التهيئة لتقدم محتمل بري قادم من بيلاروسيا بحسب التقارير التي رأيناها مؤخرا من الأوكرانيين من الغارديان البريطانية وغيرها. الضربات كانت عنيفة للغاية على العاصمة الأوكرانية كييف إلى درجة أن المنظومات الدفاعية الأوكرانية كانت قد وتحديدا من S-300 كانت تتصدى بعنف لما هو قادم من بيلاروسيا، إلى درجة إلى أن إحدى صواريخ S-300 قد سقطت في الداخل البيلاروسي وتسببت بمشكلة حقيقية، وكانت هنالك لقطات مصورة من سقوط هذا الصاروخ S-300 الأوكراني في الداخل البيلاروسي. المشكلة بالنسبة طبعا لأوكرانيا مع الطائرات المسيرة هي لا زالت مستمرة بسبب أن هنالك نقصا في الأنظمة الدفاعية ضد هذه الطائرات المسيرة. على سبيل المثال عندما نتحدث عن مسألة GPS jam أو GPS jamming، أي بما معنى أنظمة التشويش على الطائرات المسيرة، هنا كما تلاحظون أن ليس هنالك أي عملية تشويش. هذه هي نقاط أو النقاط التي توضح من خلال خارطة GPS jam الرسمية. تلاحظ بأن هنالك عمليات تشويش في داخل روسيا. طبعا هذه اللقطة وهذه الصورة التي ترونها هي تعود إلى الأول من نوفمبر، أي إنها نوعا ما قديمة. هنالك أسباب لهذه المسألة سنتحدث عنها. ما هو التشويش للطائرات المسيرة ولماذا هذه النقاط غير موجودة في أوكرانيا؟ هي ببساطة لأنهم لا يمتلكونها. فهذه الطائرات المسيرة على سبيل المثال ولتوضيح هذه المسألة، عندما تأتي طائرة مسيرة لاستهداف هدف معين موجودا في أوكرانيا فهي لديها نظام GPS، وفي نظام GPS طبعا هي تعتمد على القمر الصناعي، بالتالي هنالك إشارة تأتي من القمر الصناعي للطائرة و طبعا يقودون هذه الطائرة ببساطة لضرب هدفها. وبالتالي بالنسبة لأنظمة التشويش ما تعمل عليه هذه الأنظمة عندما تكون هي متواجدة على الأرض فهي ببساطة كبيرة للغاية، تقوم بإرسال موجات راديو قوية على GPS الخاص بالطائرة المسيرة، وبالتالي هي ستحل محل الموجات والترددات والإشارات التي تأتي من القمر الصناعي، وبالتالي ستشوش على GPS الخاص بهذه الطائرة المسيرة. وعلى هذا الأساس الطائرة المسيرة ستفقد عملية معرفة أين هو هذا الهدف وتنحرف عن هدفها وتسقط في نقطة أخرى. الأوكرانيين لا يمتلكون هذه المسألة. ولنأخذ روسيا على سبيل المثال، هذه النقاط التي تلاحظونها هنا في الداخل الروسي هي تأتي في موسكو، لم يكن هنالك خطرا ولكن أنظمة التشويش حاضرة من أجل حماية موسكو طبعا. ولكن كما نلاحظ إذا ما أخذنا هذه اللقطات على سبيل المثال للتواريخ لنتقدم قليلا إلى شهر ديسمبر، ستلاحظ في 9 ديسمبر توسعت عملية التشويش مع بعض التهديدات التي بدأت تظهر على الداخل الروسي. ولكن في نفس هذا اليوم في 9 ديسمبر The Times البريطانية كانت قد تحدثت بأن البنتاغون قد أعطى الضوء الأخضر للأوكرانيين لمهاجمة العمق الروسي باستخدام الطائرات المسيرة. وبعدها مباشرة لاحظ في 9 ديسمبر لاحظ توسع التشويش في الداخل الروسي، توسع
الساعة كل شيء هنا أصبح كل شيء مشوشا، وتحديدا منطقة فولغوغراد التي تتواجد فيها قاعدة إنجلس التي تتواجد فيها طبعا طائرات استراتيجية نووية مهمة للغاية، بسبب أن الأوكرانيين تمكنوا من مهاجمتها في أكثر من مناسبة، وضربوا وتمكنوا من ضرب التيو 95 وكذلك التيو 160 من الطائرات المهمة للغاية، وأسقطوا قتلى كثيرين، شوشوها بهذا الشكل ولم تنفع. في 12 كما تلاحظون في ديسمبر كانت هنالك هجمات أخرى للأوكرانيين ناجحة، ولكن لاحظ النقاط الصفراء قد تحولت إلى حمراء، وكذلك عندما ترى ولتفهم فإن هنالك نقاطا خضراء، أي بما معنى من 0 إلى 2% بالنسبة للتشويش، الصفراء تصل حتى 10%، وهاي اللون الأحمر هي أكثر من 10%، وبالتالي اللون الأحمر يعني تشويش عالي للغاية. أوكرانيا لا تمتلك هذه المسألة أبدا، ولذلك مسألة الطائرات المسيرة دائما تشكل خطر على داخل الأوكراني. مسألة التعاون الإسرائيلي الأمريكي في هذه الحملة التي تحدثت عنها نيويورك تايمز هي مهمة للغاية بالنسبة للإسرائيليين الآن، وهذا يجب وأمر يجب أن ننتبه إليه لعدد من الأسباب. الواشنطن إنستيتيوت كما تلاحظون نشرت دراسة يوم أمس تحدثت بأن زيادة العلاقات بين روسيا وبين إيران، وهذا التقارب بين روسيا وإيران إن استمر فهو أمر خطير على الإسرائيليين بحسب هذا التقرير. لماذا؟ لأن روسيا ممتنة تماما للمساعدة الإيرانية في استخدام الطائرات المسيرة، قد نرى الصواريخ البالستية تستخدم على داخل الأوكراني، وزعت إلى بيلاروسيا، أصبحت جبهات كبيرة تواجه طبعا حلف النيتو وكل الدعم الذي يأتي لأوكرانيا. وعلى هذا الأساس كيف نرد لكم الجميل أيها الإيرانيون؟ هنا القلق يأتي الإسرائيلي. لماذا؟ لأن الإيرانيون سيتم تمكينهم في الداخل السوري بشكل أكبر، خاصة وأن الإسرائيليين يعملون استخباريا في أوكرانيا، وبالتالي سيكون الخطر قادما عليهم كما يقيمون وكما يتحدث طبعا الإسرائيليون. وهذه الدراسة التي نتحدث عنها التي نشرت في الواشنطن إنستيتيوت، وعلى هذا الأساس إسرائيل تريد استثمار تقارب الولايات المتحدة الأمريكية معها، لأن هنالك أمرا مهما بالنسبة لهذه الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يقودها بنيامين نتنياهو، أعلن أن لديه أولى بهذا الشكل كما تحدثت المونيتر قبل يومين، وكما تحدث هو نتنياهو اليوم في الكنيسة عندما قاموا بالمصادقة على حكومته، بأن أولى الأمور التي يريد أن يواجهها هي مسألة المفاعل النووي. يريدون التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية أكثر لتحييد النووي الإيراني، طبعا بسبب أن النووي الإيراني بحسب الأتلانتيك كونسل في دراسة نشرت اليوم توقعت بهذا الشكل بأن إيران ستمتلك وستتعدى نقطة اللا عودة في تخصيب اليورانيوم، وستصل للقنبلة النووية في عام 2023، وهي رفعت كما تلاحظون معدل البروبابيليتي وإمكانية وصول إيران للقنبلة النووية إلى المستوى العالي بسبب تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأتين مختلفتين، وبالتالي هذا يعتبرونه الإسرائيليون خطرا عليهم، لأن أي قنبلة نووية قد تعني مشكلة حقيقية بالنسبة إليهم.